السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. هنعمل مع بعض النهاردة بيتزا الرول. البيتزا دي حلوة قوي، بتنفع في المناسبات وبتنفع في الخروجات والرحلات، وبتنفع برضو غدا وفطار وعشاء، كل حاجة يعني. فهنعملها مع بعض النهاردة، والمقادير بتاعتها معانا. معايا 4 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، ومعايا 1 كوباية حليب دافي، وعلبتين زبادي او ما يعادل برضو 1 كوباية زبادي، 1 كوباية زي اللي هي بتاع الحليب، ومعايا ربع زيت، ومعايا خميرة فورية، ومعلقة كبيرة من الخل، وملح وسكر. الملح معلقة صغيرة والسكر معلقتين كبار. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. دلوقتي بقى هجيب الطبق اللي انا هعجن فيه. هنزل بالسوائل كلها الاول، 1 كوباية من الحليب الدافي، ربع كوباية من الزيت، ومعلقة كبيرة من الخل. والخل مفيد معانا قوي في العجينة دي يا جماعة، بيخليها هشة وطرية وبتخمر معانا بسرعة. ومعايا 2 كوبايات الزبادي، معلقتين كبار من السكر، وعليهم معلقة صغيرة من الملح، هحط بقى معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. واللي عايز يحط خميرة بيرة مش مشكلة، الحاجة اللي انت بترتاحي في الاستعمال بتاعها استعمليها. هقلب كل ده كويس قوي مع بعض. دلوقتي بقى هبدأ انزل الدقيق. نبدأ بقى نعجن بإيدينا. أهم حاجة في العجينة بتاعتنا إن احنا نعجنها كويس قوي، نفضل نعجن فيها مش أقل من 10 دقايق. لو لقينا العجينة بتاعتنا محتاجة سوائل تاني ممكن نزود شوية مية دافيين، لأن العجين ساعات بيختلف على حسب نوع الدقيق، ممكن دقيق يكتفي بالكمية اللي انت حطيتيها وممكن يحتاج شوية كمان. خلاص العجينة بتاعتي لمت معايا، معلقة زيت في ايديا كده هحطها على وش العجينة، تمام، وهغطي عليها. هغطي عليها واحطها في مكان دافي مش اقل من ساعة. انا مسخنة عندي فرن البوتاجاز، هحطها فيه مش اقل من ساعة ونرجع تاني مع بعض. ودي الحشوة بقى اللي هحشي بيها البيتزا بتاعتنا. معايا لانشون، ومعايا جبنة الموتزاريلا على جبنة شيدر وجبنة رومي، ده ميكس كده كيس بيجي على بعضه. ثواني اوريه لكم. دي الجبنه الموتزاريلا على الجبنه الرومي على جبنه الشيدر، بصراحه يعني ميكس جميل قوي، بيبقى حلو مع البيتزا. ومعايا الصلصه بتاعت البيتزا بتاعتي، مش صلصه من اللي هي بتتعمل بقى على النار بالطماطم وكده، لا انا بعمل بصراحه نوع صلصه بيطلع معايا حلو قوي في البيتزات، عباره عن صلصه طماطم اللي هي بتيجي عبوات جاهزه، وحط عليها معلقه كبيره كاتشب، حط عليها نص معلقه ثوم بودره، نص معلقه بصل بودره، نص معلقه زنجبيل، وشويه ملح على حسب الرغبه، ومعلقه زيت كبيره، وبقلبهم كلهم مع بعض، بيدوني طعم حلو قوي للبيتزا. وادي الخضار بتاعنا، معانا فلفل اخضر وطماطم متقطعين مكعبات صغيره علشان الرول بتاعنا، ومعايا الزيتون الحلقات. دلوقتي هشيل كل بقى الحشوه بتاعتي دي على جنب على ما افرد العجينه بتاعتي. هبدا افرد العجينه بتاعتي، هرش الاول شويه دقيق. بسم الله. هفردها مستطيلة. خلاص انا فردتها وسويت احرافها بالسكينة اهي. بصوا معايا السمك بتاعها رؤية ازاي. دلوقتي بقى هبدأ انزل عليها الصلصة اللي انا قلت لكم عاملاها ازاي. خلاص فردت الصلصة عليها، هرش بقى الجبنة الموزاريلا، وبعدين هنزل باللانشون.
انت بقى ممكن تحطي الحشوة اللي انت عايزاها، ممكن تحطي سوسيس، ممكن تحطي فراخ، ممكن تحطي لحمة مفرومة ومتعصجة، ممكن تعمليها خضار بس. يعني الحشوات دي بتبقى حسب الأذواق. دلوقتي الخضار بقى، طماطم، هبدأ انزل بقى بالفلفل الأخضر. عايزة تحطي حراق برضو، دي ترجعلك. احنا بنعمل الحاجة اللي نحس ان ولادنا بيحبوها وهياكلوها. اخر حاجة معانا بقى الزيتون، ودول اخر شوية جبنة معايا هحطهم برضو. كل ده هيتعمل رول، فالمكان اللي مفيهوش حاجة هيلف وهيجيله حاجة برضو. خلاص دلوقتي بقى هنبدأ نلف الرول. بسم الله. حاول بس ما نخليش حاجة تخرج من الجليد. هبدأ اقطعه، والتقطيع هنحاول تكون متساوية ومش تخينة قوي ولا عريضة قوي. بسم الله. دلوقتي بقى دي الصينية اللي انا هرص فيها الرول بتاعي. دهنتها بمعلقة زيت وحطيت عليها رشة دقيق. هبدأ اشيل الرول بقى بتاعي بالراحة وارصه معايا في الصينية كده. مش مشكلة لو حاجة وقعت، احنا ممكن نحطها تاني. سيب بس فراغ كده، حاجة بسيطة، بحيث ان هو ايه لسه هيخمر معايا تاني. الصلصة اللي انا دهنت بيها الاول البيتزاية خليت منها معلقة وحطيت عليها معلقة مية، وهدهن بيها وش البيتزا بدل البيض، عشان ايه وعندي ولادي ما بيحبوش البيض يعني قوي. بتقضي الغرض وبتقوم برضو بنفس النتيجة. انا شفتهم بيعملوا كده في اللفران، اللفرانج اللي بتعمل بيتزات والحاجات دي، شفتهم بيدهنوا وش المعجنات بصلصة ومية. احنا بقى الصلصة بتاعتنا مظبطينها بالبهارات وبنكهات بقى اللي احنا بنحبها. هحط عليها شوية سمسم كده، والحركة دي باختياري بس بتخلي شكل البيتزا حلو قوي. وادي الرول بتاعنا جاهز معانا، هسيبه يرتاح 10 دقايق بس كده علشان يرجع يخمر معايا شوية كمان، وبعدين هدخله في الفرن على درجة حرارة 200 في الشبكة اللي في النص. ممكن ياخد معايا نص ساعة او تلت ساعة و5 دقايق كده، يعني على حسب الفرن بتاعك. ماشي، هدخلها الفرن بعد 10 دقايق ونرجع نشوفها مع بعض تاني. ودي حبايبي البيتزا بتاعتنا بعد ما استوت، ادي شكلها في الصينية اهو. هطلع لكم بقى دلوقتي واحدة تشوفوها. ودي حبايبي البيتزا بتاعتنا اهي، بيتزا الرول، شكلها بيبقى تحفة في العزايم والحفلات زي ما انا قلت لكم، ولينا احنا كأكل كمان. بصوا شايفين العجينة بتاعتها هشة ازاي، طرية جدا اهو. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، ولو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك وفي الشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك. واللايكات يا جماعة، اللايكات اللايكات اللايكات. اشوفكم في فيديو جديد وبحبكم في الله.